لو الحكاية فيها إن فيتو أنا عاوز الأسعاف، مفيش أسعاف في البلد. جبنا عربية ملاكي وطلعنا رحنا مستشفى بالقاس، مستشفى بالقاس قعدتنا ساعة لما اتصل بالأسعاف جالها من المنصورة أو من مكان تاني غير بالقاس. خدناه وطلعنا مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، هناك عملوا له عملية، لقوه محتاج عملية في القلب لأن القلب في نزيف، عملوا له عملية وقدر الله ما شاء فعل ما نفعتش معاهم، فقالوا له حالة الولد خطرة والله أعلم بإنه يعيش. بعد كده حطوه على جهاز العناية المركزة بتنفس صناعي بخراطيم بالكلام ده كله، فبقى يتشال واتنفض على السرير. فلما سألتهم قالوا ما بيستجيبش للعلاج، وكانت هي النهاية. وإنا لله وإنا إليه راجعون. كم واحدة هاج؟ أربعة، يقال أربعة. الشهود أو الناس اللي شافت وحكيت للواقع، لأن ما حضرتش الواقع. كم أنا بتكلم والله التقرير بيقول 6 طعنات في القلب وفي في القلب وفي الجناب وفي الراس والكلام ده، يعني مش متذكر الاماكن بالظبط. طبعا في التقرير حصل ان كان في كاميرات برضو صورت، فكان في التقرير طبعا، فكان في كاميرات طبعا. ما فيش محل النهارده ما عندوش كهرباء ومرات مراقبه، فهم ضربونه قدام محل في كاميرات مراقبه، وانا بدلت المباحث بلغتهم على كاميرات المراقبه وتم تفريغها. بتظهر ان هم اللي كانوا متربصين لاسلام، واسلام ما كانش متربص بحد ولا كان عامل مشكله مع حد ولا كان بيتشكل معه، وعددهم وهم منهم الوقت بقى احداث بقى صغيرين في السن، يعني حوالي 16 و15 و17.